التعامل كان مزيان بزاف، ومقابلات دازو مزيانين. قدمت نفسي، هضرت على التجربات اللي دارت، كانت تجربة مزيانة بصح. انا كنت فاش عيطوا ليا كنت في هذا الفورم هذا ديال جمعيات اونديكاب ماروك، وفي الاخر دوزت مقابله مع فايزر كونطرا محدد ديال العام، ودازت مزيانه. نقدر نقول ما تصنتوش للناس، احد الناس ديما كيشوفوا النظره الخارجيه ديالك، ما كيشوفوش داكشي اللي انت اللي قادر دير. نقول لهم يجربوا حظهم، يجيو يحاولوا يدوزوا المقابلات، حيت كاين فرص.